الخامسة من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أهلا دينا. أهلا جورج. أهلا بحضراتكم وإلى تفاصيل نشرة الخامسة. في كلمته بقمة باريس، السيسي يؤكد أن الأزمات العالمية المتتالية أثرت على الدول النامية، والوضع الراهن يحتم على الجميع التكاتف. وعقب فعاليات القمة، الرئيس ماكرون يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله قصر الإليزي ويقيم مأدبة غداء تكريما له. وفي أخبار الرياضة نتابع، الأهلي ضيفنا الليلة على حرس الحدود في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري الممتاز. السادة والسادة، إلى تفاصيل نشرة الأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأزمات العالمية المتتالية أثرت على الدول النامية ومكتسباتها، مؤكدا أن الدول النامية هي الأكثر تضررا من التغيير المناخي رغم أنها ليست المتسبب الأول فيها. وفي كلمته خلال جلسة شراكات النمو الأخضر ضمن فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، أشار الرئيس السيسي إلى أن الواقع الجديد يفرض على جميع الدول التكاتف حتى تصبح قادرة على الصمود أمام الأزمات المتتالية. هذا الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر قدرة أيضا على الصمود أمام الأزمات بما يمكننا من مواجهة التحديات تغير المناخ التي لم تكن طبعا لم نكن المتسبب الرئيسي فيها ولكن نحن الأكثر تضررا منها. في مثل هذه الظروف استضافت مصر طبعا القمة العالمية للمناخ شرم الشيخ اللي هي COP27 في نوفمبر الماضي، وكانت مستهدفة ترجمة الطموح والتعهدات كالعادة. واسمحوا لي أنا مش هخرج كتير عن النص، ولكن عايز أقول دائما نقول حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل، غير كده لن يتم أبدا التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة إحنا بنطرحها سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. هنا كان الهدف هو ترجمة الطموح والتعهدات لواقع ملموس بما دعم التحول العادل من أجل تحقيق النمو الأخضر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة. في هذا الإطار أود أن أشير إلى أن رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط للإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر استضافت القمة العالمية للمناخ في شرم الشيخ COP27، وكان التحدي الأكبر هو تحويل التعهدات إلى واقع ملموس، مشيرا إلى إطلاق مصر لبرنامج نوفي والذي لقي زخما دوليا ويتضمن منصة للمشروعات القابلة للاستثمار، وهو ما يؤكد أهمية دور التمويل كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. دعوني أجيب بشكل عملي على سؤال السيدة وزيرة الخارجية، حيث تحضرني التجربة المبتكرة لبرنامج نوفي، وهذا البرنامج هو برنامج أطلقناه خلال المؤتمر ولاقى زخما دوليا كبيرا لاستهداف تعزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي بالتركيز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل. يتضمن البرنامج منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار تم إطلاقها بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط. في ضوء ما تقدم تبرز محورية التمويل باعتباره العامل المحوري زي ما ذكرت قبل كده في تحقيق التنمية المستدامة بما فيها مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس، فضلا عن معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي الذي تحدي من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات. وطبعا زي ما شفنا النهاردة تم النقاش كثيرا على
منظومة أو النظام المالي العالمي، وقد إيه هذا النظام خلال 70-80 سنة حصلت تطورات كبيرة جدا جدا، وبالتالي هو يعني يمكن كل الكلام بيأكد أن هذا الأمر محتاج أن احنا نتحرك في تطويره عشان يجابه هذه التحديات. ونقدر أن هناك حاجة لتبني منظور شامل يضع تمويل التنمية في قلب أجندة العمل متعدد الأطراف ويضمن عدالته واستدامته إضافة إلى معالجة التحديات ذات الصلة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر أطلقت عام 2016 برنامجا اقتصاديا طموحا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتمكن من تحقيق معدل نمو بلغ 6%، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا كان لهما تأثير سلبي، بالإضافة لارتفاع التضخم العالمي وتنامي أزمة الديون بشكل خطير. في مصر أطلقنا برنامج للإصلاح الاقتصادي في 2016، وحقق هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف اللي احنا كنا بنتمناها، ووصلنا إلى معدل نمو 6%، وكل الأمور كانت مبشرة جدا جدا إن لو استمرنا بهذا الشكل الأمور هتحقق الهدف اللي احنا من أجله عملنا برنامج الإصلاح. لسوء الحظ خلال أزمة الكوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، أنا بقول إن ده كان ليه تأثير سلبي كبير جدا جدا على مسار أو على المسارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفة، وتراجعت بشكل ملحوظ النجاح اللي احنا حققناه، ومنها ارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية، وتنامي إشكالية الديون بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل، يضاف إلى ذلك تداول جدوى المعونات التنموية وتعظم المشروطيات المقترنة بها. هنا أيضا مهم قوي أن أنا أقول في النقطة دي أن احنا كان لنا خطة لإدارة الديون اللي احنا عملنا بها خطة التنمية المستدامة، برضو هذا الأمر نتيجة الظروف اللي مرت خلال 3 سنوات ألقى بصعوبات كبيرة جدا أمام استمرار نجاحنا الفعال في خطة الديون، وبالتالي احنا بنضغط نفسنا وبنصر على ان احنا ندير هذا الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية. كما وجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستضافة قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، مؤكدا ضرورة تكاتف مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والتحرك السريع للحيلولة دون اندلاع أزمة ديون كبرى. أننا نتطلع لإسهام قمة الميثاق التمويل الجديد في دفع المناقشات بمختلف المحافل الدولية من خلال عدد من الرسائل على رأسها ضرورة تكاتف الجميع، لا سيما مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، بالتركيز على تنفيذ متوصيات محفز أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء التنمية وبما يتسق مع الأولويات الوطنية. تبرز أيضا أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى، مع استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، فضلا عن التوسع في مبادلة الديون من أجل الطبيعة. كذلك توجد ضرورة لإصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات. في هذا السياق ضروري تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعظيم قدرتها على الإقراض وتيسير نفاذ الدولة النامية له، وكذلك تعزيز الحوار بينها وبين وكالات التصنيف الائتماني لزيادة قدرتها على الإقراض دون المساس بتصنيفها، علما بأن المجتمع الدولي توافق خلال قمة شرم الشيخ على المطالبة بالكثير من تلك الإصلاحات. وأشار الرئيس السيسي إلى أن تمويل التنمية المستدامة أمر جوهري في مواجهة التغير المناخي وليس شأنا خاصا بالدول النامية، مؤكدا أن مصر تحركت في ملف تغير المناخ مبكرا جدا وكانت لها إسهامات كبيرة في اتفاقية باريس، كما أطلقت مصر برنامجا طموحا في التحول للطاقة الجديدة وتمكنت من تحقيق العديد من المستهدف.
الكلمة اللي أنا أردت بها تسجيل وجهة نظرنا في الموضوع ككل، لا يفوتني أن أشدد على أن تمويل التنمية المستدامة أمر جوهري في مواجهة تغير المناخ، والذي يمثل خطرا وجوديا، ومن ثم فأنه يعد هدفا عالميا لتحقيق المصلحة المشتركة للجميع، وليس شأنا خاصا بالدول النامية. اسمحوا لي هنا هتكلم على الجهود اللي بذلتها مصر باختصار شديد، لن أزيد عن الوقت المخصص، يعني أن أنا أقول لكم جميعا أن مصر تحركت في موضوع المناخ بوقت مبكر جدا، ويمكن احنا يعني كن لنا مساهمة كبيرة جدا في اتفاقية باريس بحضورنا هنا أثناء عقد هذا المؤتمر. وبقول فيه ان احنا تحركنا وعملنا برنامج طموح جدا جدا يستهدف التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير جدا حتى 2030، وتحركنا فيه وحققنا المستهدفات اللي احنا بنتكلم فيها. بالإضافة لكده دخلنا في برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي نفس الوقت تحقق التحول الحماية وتنمية البيئة. مثال، احنا كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط، هذه البحيرات كانت في حالة صعبة جدا جدا وتمثل يعني إساءة بيئية كبيرة جدا جدا. اتعمل برنامج خلال السبع سنين اللي فاتوا لتحويل هذه البحيرات إلى بحيرات صديقة تماما للبيئة، وده كلف الدولة المصرية أموال ضخمة جدا جدا للحصول على هذا الهدف. في نفس الوقت عملنا برنامج آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها حتى لا تكون ملوثة للبيئة أو تم تدويرها. احنا بنتكلم في أكثر من 13 مليون متر مية بيتم معالجتها من مياه الصرف الزراعي حتى يتم استخدامها أكثر من مرة. من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن المفوضية تسعى لجذب استثمارات من أجل التنمية في إطار مواجهة تغير المناخ، مؤكدة أن هناك تحديات أمام الاقتصادات الناشئة بشأن الاقتصاد. وأضافت أرسولا أن المفوضية التزمت بتقديم مليار يورو لجذب الاستثمارات المستدامة، مشيرة إلى ضرورة التفكير بشأن إعادة تسعير الكربون عالمياً. من جانبه أكد رئيس الكونغو ضرورة دعم برامج الدول النامية والدول الفقيرة لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن إنشاء السوق المشتركة سيكون حافزا للتنمية وسيقدم خدمة كبيرة للإنسانية. كما دعا رئيس الكونغو مؤسسات التمويل الدولي لدعم الدول الإفريقية في التحول للاقتصاد الأخضر. وفي كلمته خلال جلسة شراكة النمو الأخضر، أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده تحتاج 5 مليارات دولار لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، موضحا أن 90% من موارد الطاقة بالعالم تأتي من الوقود الأحفوري. وأشار رئيس جنوب أفريقيا أن العديد من الدول الإفريقية تخوض تحديات كبيرة للتحول نحو الطاقة الخضراء، مؤكدا الحاجة للوصول إلى تمويل مبتكر لدعم التحول الأخضر. أهلا بكم من جديد. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك في الجلسة الافتتاحية لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس،
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العالم يحتاج إلى مزيد من التمويل الخاص من أجل مساعدة الدول التي تعاني من أزمتي الفقر والتغير المناخي. وأضاف ماكرون أن القمة تسعى لحشد الإمكانات ووضع الآليات اللازمة لمساعدة الدول التي تواجه أزمات حادة. نحن نريد اليوم أن نرسي ميثاق جديد يقاوم الفقر في العالم. لا يستفيد منه جميع الشعوب التي تعيش التغير المناخي. وأول شيء لدينا اليوم أن نواجه الفقر. السكرتير العام كان في العام القادم سوف نقوم بعمل قمة وسوف نتقابل هناك وسوف يكون هناك أجندة من هنا لنهاية العالم نوضح فيها ما هو سوف نقوم بأهدافنا رغم هذا التغير. وفي كلمته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قمة باريس تعقد في سياق دولي ينطوي على الكثير من التحديات، مضيفا أن النظام المالي العالمي يعاني أزمة تتطلب إصلاحات جديدة. وأوضح غوتيريش أن الهندسة المالية الدولية فشلت في مهمتها لإيجاد شبكة أمان دولية. النظام المالي الدولي في أزمة، لقد وصلنا إلى منتصف الطريق في برنامج 2030، ولكن أهداف التنمية المستدامة تبتعد يوما بعد يوم. حتى الأهداف الأساسية لمكافحة الجوع والفقر تبتعد عنا بعد عقود من التقدم. في عام 2023 هناك أكثر من 750 مليون شخص لا يسدون جوعهم، وهناك عشرات الملايين من الناس يجدون نفسهم ينزلقون نحو الفقر المدقع. إن جائحة الكوفيد 19 واجتياح روسيا لأوكرانيا قد زادت الوضع سوءا. الدول الغنية تمكنت من إيجاد السيولة الضرورية لإعادة إطلاق عجلة اقتصادها، ولكن الدول النامية تفتقر إلى هذه القدرة وعليها أن تواجه كلفة قروض مبالغ بها ثماني مرات أكثر من كلفة ديون الدول المتقدمة. هناك العديد من الزعماء يواجهون خيار مميت، إما خدمة الدين إما سد احتياجات الأساسية للشعوب. الكثير من الدول الإفريقية تنفق اليوم أموالا أكثر للديون مما تنفق لخدمات الصحة لشعوبها، مع آثار المروعة لذلك على أجيال وأجيال.
أجدد التحية عقب مشاركته في جلسة شراكة النمو الأخضر ضمن فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله قصر الإليزيه، كما أقام الرئيس الفرنسي مأدبة غذاء للرئيس السيسي تكريما له واحتفاء بزيارته لفرنسا. وعلى هامش مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي، التقى الرئيس السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات المصرية الأوروبية وتعميق الشراكة، آخذا في الاعتبار التشارك في الجوار الإقليمي المتوسطي والتنسيق المشترك في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقديره للتواصل مع الرئيس السيسي والاستماع لموقف مصر من القضايا المطروحة، خاصة في ظل كون مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي. كما أكد رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات. تناول اللقاء تطورات العلاقات في إطار وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027 التي تمثل مسارا حيويا لتعميق الشراكة المصرية الأوروبية. وثمن رئيس المجلس الأوروبي جهود مصر تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط، خاصة على صعيد استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب. كما استعرض اللقاء تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الراهنة في السودان، حيث توافق الجانبان بشأن أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة لتكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه الأزمة، وذلك على نحو يراعي مصالح الشعب السوداني في هذا الصدد والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها. كما التقى الرئيس السيسي في باريس الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث أشاد سيادته بتميز العلاقات الأخوية بين مصر وتونس، مؤكدا دعم مصر لتونس خلال الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به. كما أكد حرص مصر على مواصلة الدفع قدما بأطر التعاون على شتى الأصعدة. من جانبه أكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمنا ما حققته مصر من إنجازات على الصعيد الداخلي فضلا عن ثقتها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما بحث الرئيسان خلال اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك فضلا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية. وعلى هامش مشاركته في قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد المنعقدة بباريس، عقد الرئيس السيسي لقاءات جانبية مع عدد من القادة والمسؤولين المشاركين بالقمة. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس وإعادة الرونق والمظهر الحضاري لها وحل المشكلات المرورية التي تعاني منها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر، وذلك ضمن الرؤية الشاملة لإعادة تطوير عدد من المناطق على مستوى الجمهورية. جدد مدبولي التأكيد على ضرورة أن تراعي عمليات تنفيذ المشروع المحافظة على الطابع المعماري لتلك المنطقة، بحيث تتسق مع ما تتضمنه من مبان وإنشاءات. وخلال الاجتماع استعرض محافظ القاهرة عددا من التصورات المقترحة، والتي تتضمن إقامة مواقف للسيارات والحافلات وأماكن للأنشطة التجارية والخدمية المتنوعة، فضلا عن الحدائق والمساحات الخضراء. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن عدد المحاصيل الزراعية عدد المحاصيل الاستراتيجية التي قامت الدولة بإدخالها ضمن منظومة الزراعات التعاقدية بلغ 7 محاصيل، منها 3 محاصيل تم التداول عليها بالبورصة السلعية. وأشار مدبولي خلال اجتماع عقده لمناقشة مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة القادمة إلى التوسع بإضافة عدد آخر من المحاصيل للتداول على هذه البورصة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنفيذ مجموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات من بينها القطاع الزراعي، بحيث يتم العمل على تعميم آلية البورصة السلعية على باقي المحاصيل من خلال البورصة المصرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان. نتابع هذا التقرير. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، والتي تضم الدورات رقم 46 من كلية الحرب العليا، ورقم 52 من كلية الدفاع الوطني، ورقم 24 للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية، والدورات رقم 72 أركان حرب عام، والدورتين رقمي 44 و45 أركان حرب تخصصية، والتي تضم عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة. بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، تناول الدورات التدريبية المختلفة التي تم تنفيذها خلال العام الجاري لإعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي. وألقى اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة للأنشطة التدريبية والاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل الأكاديمية لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة والوعي في مختلف المجالات العسكرية والمدنية. وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة، أعقبه إعلان مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين. وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديرا لتفوقهم خلال مدة الدراسة. وفي نهاية الاحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين، كما هنأهم بانتهاء فترة دراستهم وطلبهم بالحرص على الاستمرار في صقل مهاراتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة للارتقاء بإمكانياتهم العلمية والمعرفية لزيادة وعيهم بكل ما يدور حولهم من تحديات تواجه عالمنا المعاصر، مشيرا
إلى أن تنفيذ المهام المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته يتطلب الاطلاع المستمر والتسلح بالعلم والاستفادة من التطور العلمي المتلاحق في كافة المجالات. حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة. أكد المنسق العام للحوار الوطني دكتور ضياء رشوان أن الحوار الوطني قائم على أساس التفاعل بين جميع الآراء وليس الاشتباك. جاء ذلك خلال جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية. وقد أكد المشاركون بالجلسة أهمية وصول الأنشطة الثقافية لكل القرى المصرية إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الثقافية في المراحل التعليمية المبكرة لجميع الطلاب. وخلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قالت مقررة اللجنة الدكتورة نسرين البغدادي إن الأسرة هي السكن والأمان لأفرادها الذين يلجؤون إليها للحماية وللهروب من أي ضغوط خارجية، مؤكدة أن الجرائم في إطار الأسرة تمثل انتهاكا صريحا لحق الإنسان في الأمن والأمان. نجدد التحية. تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن والذي وصل عددهم إلى 9180 حاج. وقد قام الفريق الطبي للبعثة بزيارة عدد من المستشفيات السعودية للاطمئنان على صحة الحجاج المصريين الذين يتلقون العلاج بها. في إطار المتابعة الميدانية للإطمئنان على الحجاج بالمستشفيات السعودية، كان اللقاء بين الفريق الطبي للبعثة المصرية ومسؤولي مستشفى النور بمكة المكرمة للوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة للحجاج المصريين والقيام بجولة ميدانية داخل أقسام المستشفى التي يتواجد بها الحجاج المصريين للإطمئنان على سلامتهم ومتابعة حالتهم الصحية. واحنا طبعا بنوجه الشكر للسلطات السعودية والقائمين على المنظومة للتعاون المثمر والجهد المشترك، وده واضح جدا وملموس لجميع الحالات اللي موجودة بالمستشفيات. عندنا حوالي 12 حالة في التسع المستشفيات بيتم متابعتهم بصفة دورية وبصفة مستمرة، وجميع الحالات الحمد لله في مطمئنة وفي حالة استقرار، وبنتابعهم لحين الخروج بإذن الله وتأدية المناسك إن شاء الله بإذن الله. هي الحالات كلها حالات مستقرة وبتقدم لها الخدمة الطبية على أكمل وجه، والحمد لله في تحسن، وبإذن الله يقوموا بالسلامة ويحضروا ووقف عرفات إن شاء الله. كافة الخدمات العلاجية المجودة تقدم على مدار الساعة بالمستشفيات السعودية لضيوف الرحمن ومنهم الحجاج المصريين. عندنا 4 حالات معجوزة في المستشفى غير حالات ترد على الطوارئ، في 3 حالات رجال وحالة سيدة. الحالة الرجال دي حالة حروق في القدم، والسيدة حالة كانت داخلة اضطراب في الوعي، الحمد لله حالتها مستقرة. وفي حالتين تاني رجال الحمد لله الأمور بتبقى مستقرة وتحت المتابعة الطبية سواء من الجانب السعودي أو الجانب الطبي من البعثة الطبية المصرية. تقابل كل حالات وبالذات في طوارئ الحج، يعني حالات زي كده الحروق، كافة أنواع الحروق سواء حروق لهبية أو حروق نارية أو أي أنواع من الحروق، وحالات الحوادث برضو اللي محتاجة ترميم، فيها فقد جلد، فيها أي مشاكل، ودي بتتحول لنا من الأقسام التانية أقسام العظام والجراحة العامة. انطباعات إيجابية انتابت الحجاج المصريين المرضى بالمستشفيات السعودية لما يقدم لهم من خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة من قبل السلطات السعودية والبعثة الطبية المصرية. والله مبسوط، والله مبسوط. ليه بقى؟ لاني ما قصرتوش، اديتوا عملكم على اكمل وجه وفوق زياده. معاك دكتور هشام زكي نائب رئيس البعثه الطبيه، وبنطمنك على الست الوالده حسنيه وهي في عينينا وفي عينين كل الناس يعني، وهي معاك على التليفون هي عشان تطمن عليها يعني. ايوه يا شريف، الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله يا حبيبي. طب انت على الوالده وهي في عينينا ان شاء الله باذن الله، وباذن الله هتقضي المناسك ان شاء الله وترجع معانا باذن الله بالسلامه ان شاء الله. خدمات العلاجيه ممتازه وكل حاجه والله،
وعلى أعلى مستوى بصراحة والله. يعني أسوأ الله. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك يا رب، ما حرمنيش منكم يا رب، ما تحرمنا منكم. أنا سعيد جدا بشوفكم وشفتكم كلكم. خدمات علاجية ذات جودة عالية تقدم للحجاج المصريين من قبل السلطات السعودية بالتعاون مع البعثة الطبية المصرية، فالكل يعمل في منظومة واحدة تحت شعار خدمة الحجيج شرف لنا. محمد حلمي، التلفزيون المصري. يتواصل تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة تمهيدا لأداء مناسك الحج بعد 5 أيام قضاها الحجاج في رحاب المدينة وسط تيسيرات قدمتها بعثة حج القرعة لهم طوال فترة الإقامة. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. حانت لحظة مغادرة حجاج القرعة المدينة المنورة بعد 5 أيام من الأجواء الروحانية قضاها الحجاج في رحاب رسول الله، يصلون في مسجده ويزورون قبره الشريف، حيث تتواصل عمليات تفويج من انتهت مدة إقامتهم إلى مكة المكرمة مع بشائر الصباح تمهيدا لأداء مناسك الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. التفويج يتم في حافلات مجهزة وذات مواصفات متميزة حرصا على راحتهم أثناء الرحلة من المدينة لمكة، ومجهزة بجي بي اس لمتابعة خط سيرها على طول الطريق. الفندق بسم الله ما شاء الله كويس تمام، والحجاج كلها مبسوطة والحمد لله، في راحة ويسر وسهولة والحمد لله. فرحانة والله، فرحانة ان انا راحة اقضي الفريضة ولأول مرة، يعني ما عملتش عمرة قبل كده ولا حاجة، لأول مرة. الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. تبدأ خطة تفويج الحجاج بقيام ضباط بعثة حج القرعة في فنادق المدينة الخاصة بحجاج القرعة، بإخطار الحجاج بموعد رحلاتهم إلى مكة المكرمة وتجميع حقائبهم قبل الرحلة بوقت كاف في مشهد يعكس دقة التنظيم والحرص على راحة الحجاج في تنقلاتهم لأداء المناسك. في ضابط موجود ومباشر أوضاعنا كلها، واللي عنده أي معلومة مش واضحة قدامه بيروح له بيوضحها. الكشوفات متعلقة من امبارح، والمواعيد متحددة ان الشنط هتنزل الاول عشان تسافر قبلنا، واحنا الكشوفات كل واحد عرف الاوتوبيس بتاعه رقمه كام. يعني انا عارف او امبارح مثلا ان انا اوتوبيس 4 ورايح فين وطريقي فين. شكرا على حسن خدمة الفندق وخدمة البلد، وعودا ان شاء الله عشمنا في الله في الميعاد ان شاء الله، ويتقبل اعمالنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وقد أبدى الحجاج ارتياحا كبيرا بعد استمتاعهم بالإقامة بالمدينة المنورة على بعد خطوات من الحرم النبوي، في ضوء الخدمات المقدمة لهم من قبل ضباط بعثة حج القرعة، خاصة ما يتعلق بتسهيل زيارتهم إلى الروضة الشريفة والصلاة بها، وهو ما بدا واضحا في أحاديثهم. حجز المشرفين للروضة وجمعنا إن شاء الله في المسجد النبوي عند باب 37. المندوب خدنا ودخلنا من الساعة 1، وأنا صليت بتواصل وادعي، أتواصل في الدعاء والصلاة وادعي. متعة جميلة وأحلى حاجة، والبعثة بصراحة شايفة كل حاجة تمام. تحرص بعثة حج القرى على تقديم خدمات مميزة لحجاجها منذ لحظة وصولهم إلى المدينة المنورة وطوال مدة إقامتهم وحتى المغادرة إلى مكة المكرمة، وهناك تتواصل الخدمات للتيسير عليهم في أداء المناسك. تضع بعثة حج القرعة كافة إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج القرعة، وهو ما بدا واضحا على وجوه الحجاج أثناء مغادرتهم المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة بعد أيام قضوها في رحاب رسول الله. وهذه التيسيرات مستمرة في مكة المكرمة تمهيدا لأداء المناسك وحتى انتهاء المناسك. من المدينة المنورة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وصلنا وحضراتكم إلى ختام الخامسة، لم يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء.
في كلمة بقمة باريس، السيسي يؤكد أن الأزمات العالمية المتتالية أثرت على الدول النامية، والوضع الراهن يحتم على الجميع التكاتف. وعقب فعاليات قمة التمويل العالمي، الرئيس الفرنسي يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله قصر الإليزي. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني maspero.eg. إلى اللقاء سيدات والسادة، نعود فنلتقي بحضراتكم في تمام الثامنة على قناة النيل للأخبار والفضائية المصرية مع نشرة إخبارية جديدة. في أمان الله.